بارود دلال ألرب كسو خشني. سجلت السينما التركية تطورا مهما بخطواتها الكبيرة التي حققتها في السنوات الأخيرة. كثير من البلدان تتخذ تدابير إزاء أفلام هوليوود دعما للسينما التي لديها، لكن رغم ذلك لا يحالفها النجاح لعدم تأمين الفرص المكافئة. في السنوات الخمس الأخيرة زاد عدد الأفلام التركية بأربعة أضعاف، حيث أن عدد الأفلام بين عامي 2005 و2010 بلغ 287 فيلما، في حين كان العدد بين 2000 و2005 75 فيلما محليا. كما أن عدد مشاهدي الأفلام الأجنبية في تركيا خلال العشر سنوات الأخيرة بلغ نحو 100,000 شخص، في حين كان عدد مشاهدي الأفلام المحلية نحو 400,000 مشاهد، الأمر الذي يدل على رغبة المشاهدين الأتراك في مشاهدة الإنتاج التركي بعد تقدم مستوياته وتنوع الموضوعات التي يتناولها. وبحسب ما ورد في بيانات وزارة الثقافة والسياحة، فإن عدد مشاهدي السينما في عام 2010 تجاوز 40 مليون مشاهد، مما جعله أكبر عدد في العشرين عاما الأخيرة. وهكذا فقد وصل الدخل السنوي للسينما التركية إلى ما يقرب 400 مليون ليرة تركية. لا تحظى الأفلام والمسلسلات التركية بمعدلات مشاهدة مرتفعة في تركيا فحسب، بل في بلدان أخرى يتم عرضها فيها أيضا، إذ أن الأفلام التركية فازت ب245 جائزة من مهرجانات دولية، وذلك في السنوات الخمس الأخيرة، منها فيلم بال للمخرج الفائز بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي سميح قبلان أوغلو.